فيه من الفضائل أنه جاء في قوله تعالى في وصف عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول الله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالآيات متوافرة وكثيرة في بيان فضيلة هذه العبادة الليلية التي يرجى لمن حافظ عليها واحتسب الأجر فيها أن يدرك خيرا عظيما. الله تعالى يقول للرسول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ثم قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل مما تدرك به المقامات المحمودة والفضائل الموفورة من الله جل في علاه، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه في كل عام. وإذا جاء رمضان ينبغي أن يشتد الحرص، لأنه قد ورد فيه فضل خاص وأجر على وجه التحديد: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.